الله أكبر. طلع ما سمعان صوت لا تخاف. هذه ثلاث فرفور التي تقدم اليها قوات النظام صباح هذا اليوم. نحن الان على جبهه اليرموك. لحد الان ما هذه القصف علينا بالمدفع وبالهاون، ما ضل شيء الا ما ضربنا فيه، والحمد لله نحن ثابتين والله معنا الحمد لله. لحد الان استطلاع فوقنا وحربيتين فوقنا الحمد لله.